السيارات بدا دابا شحال حنا مدابزين مع البحر. فلت يا واحد ابلاغ جبتو حتى لحدا الجزر حتى بغيت نسقيه. السلام عليكم متابعي قناتنا تي او بليدي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. دائما من وسط التبحيرين خليكم مع الفيديو، نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون شي حاصله تفرجوا وتقاسموها معكم. ما تنساوش شيء اللي مازال مازال ابوني تابوني وفعل الجرس باش توصل بالجديد ديال القناه، وما تنساوش تدخلوا لنا لايك لهذا الفيديو هذا. شكرا لكم على المتابعه مسبقا. هانتوما الحاله ديال البحر كيف جرات العاده، دونك البحر داير طقس مترو حتى متر ونص. هانتوما كيبان مزيان واخا كيرش شويه هنا، غادي يصير الله عندي شويه ديال العجينه تماك، غادي نعاود ندير لها شويه ديال زيت الكوانو وغنطونطي بها بالزربه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولكن هادشي كله حتى نوصل للعصر ان شاء الله. على بركه الله الخوت بيلوطه ديالها هي وجدتها، درت هاد القميم هذا السبيب الرئيسي ديال 40، درت هاد القميم هذا يبان لكم شويه كبير ولكن باش يطوندي ليها السبيب ديال 40 حيت ما عنديش اي سبيب رقيق في الموليني، والترقيعه ديال 26 الفيزكا فيزكا هاد القياس هذا مع تيسير الله. دابا نمشيو نبيلوطيو عليك يا ربي. بسم الله الخوت، ها هو القرفوح الاول اللهم بارك، ها شرغو كحل ولا قرفوح كحل، ها اللهم بارك. ازقى اللهم بارك، ها تبارك الله اللهم بارك. بسم الله السيادات بدا دابا شحال حنا متابزين مع البحر، ها البلاصه فين كنت مصيد الخوت، ها هي هنا فيها الرشان شتوه جرى على البحر، جيت لهاد التقنيته هادي مزيانه عليك يا ربي. الله على بركه الله الخوت بيلوطا كيقيس في هذاك الشيء الصغير، عطي سير الله. دابا غادي نوجد اللونس، غادي نلونسيوها نطلب الرزق ديالها عليك يا ربي، وديك الساعة نقلبو بيلوطا في هاد الجناب هادو واخا البحر كيرش شويه، المهم غنخدمو هكا وهكا إلا سخر الله ونتسناو تطيح الظليمة باش نشوفو شنو نجمعو شويه ديال العرقشة نلونسيو بها حتى هي إن شاء الله، ونتمناو يكون في النصيب ديالنا شي شرغو. علاش لا شي أبلاغ بحال لي شدينا آخر مرة هنا في تبحيرين، عطي سير الله بنادم يطلب الرزق ديالو. على بركة الله الخوت درت جوج قزيزبات ديال السرديس، سرديس صغير طعيمة لتحت وطعيمة الفوق بلومة بيراميد، دونك باش ناخد المعلومات كاملة. دونك السبيب الرئيسي ديال 40 ودرت الترقعة ديال 26 مع تيسير الله. دونك الطعيمة عندي فيها السرديس وكاينة الميعة ولا بودروك ديال لابلاج، كاين شويه ديال السيبيا، هيا هادشي اللي كاين في الطعيمه. وغادي نجمع الى سخر الله العقريش بالليل ملي يطيح الظلام غنلونسي به حتى هو، خليكم مع الفيديو ان شاء الله نتمنى تكون شي فراجه. التقنيه عجباتني الخوت، هنا ملي جبت هذاك القرفوح بان لي غندير شويه ديال الدكه مع تيسير الله. باقي البحر منصص الخويه مازال ما خواش، باقي شاد الماء هنايا، غندير الدكة مع تيسير الله ضروري تحرك شي حاجة أخرى. دابا نردو الدكيكة الخوت، نردو الدكيكة الطيب، نديرو كاسكروت نصيبو راه هي ديال اللونس، راه ملونسية باقي مازال شوية، باقي تقريبا واحد نص ساعة هكاك ساعة الله روب المغرب، نديرو الدكيكة إلا سخر الله وغنردو العشية والطيب باش نربحو الوقت، باش ملي يطيح الظلام نخدمو اللونس الى سخر الله. وعليك يا ربي اللي فرزقنا راه غادي نشوفوها. الطعيمات راه تنكلو، هاد حتى هي تنشرت فوق، هادي حتى هي راه تنشرت تكلات، كاينه الماكله اللهم بارك. اذا راه تكون الفراجه ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذه الليله هذه معاه
عاد يسير الله. خليكم مع الفيديو ان شاء الله، لا تكون الفراجة. البريد اللهم باركه، شحرات البريد. دابا نديرو كاسكروت القويم الا كان وجدها. شوف باش كنربح الوقت، هذا هي فكره بالنسبه للمبتدئين. ها الشميسه قربت تغرب، غنرد العشيوه ديالي، يطيح الظلام، غنصلي المغرب ان شاء الله، وغنبدا اللونس مع تيسير الله. القويميله تكون شاده الطريق وانا كنلونسي في راحتي، طاطي بالقويميله يتعشى بنادم ونشوف شنو كيقول البحر. ها واحد الحروش اللهم بارك اللي قال الرئيس باباي. شوف 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 اللهم بارك، شوف شوف قدام، شوف حروش واش محروشه. هذا ديال الشروع الى سخر الله. هانتوما الخوت اللي تحت الظليمه، جمعت شويه ديال العقريش مخلطه. هنايا كاين الفاسخه، كاين العقريش، كاين الحروش اللي قال راس باباي مع تيسير الله، وشويه واحد الحبه ديال القصدات اللي لقيت مع تيسير الله. الشيء هذا غنوصل به ان شاء الله ملي يبدا البحر الدخول ديالو. البحر فيه شويه ديال الكورينتي، يلاه بدا الدفوع ديالو تقريبا. هذه واحد الساعه المكانه، مازال ما كاينه شي معنى، كاين شي ضريبات شكيت ديالها بلا كيسمسر طايمه. غنتعشى دابا قبل ما يزعم شي شويه البحر ونواصل الصياده ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله، دابا نجربوا العقريش. الله عليك يا ربي، دابا 12 هذه 40 السردين ما كيقيس عليه والو، كاين شويه ديال الكورينتي. الله نجربوا اليوم هذا العقريش، هذا الحروش هذا اللي قال رئيس باباي. عليك يا ربي لا يكون شي شرغو عليا ولا شي حوت اخر. عليك يا ربي. هانتوما الخوت، شوف كي غيدير هذا الحوت هذا ياكل. شوف الطعمه كي مغبيها الربيع، ها الطعيمه الاولانيه ها الثانيه. كي غيدير هاد الحوت ياكل، والكورينتي لعلها كترضى، والبحر تحرك شي شويه، مابقاش غير كيما العشيه. بسم الله، ها واحد الشخاره الخوت، فلات لي واحد ابلاغ جبدو حتى لحدا الجزر، فتا بغيت نسقيه وتفكيت منو ما فرزق شي. الحمد لله ها واحد الشخار، واخا كاين الربيع راه دابا بحال نقص هلا نقص الكورينتي شويه ملي نصص البحر العماره، والربيع ما تقريبا راه مشى الربيع، مابقاش هذاك الربيع اللي شفتو في الاول. الاخوان هكذا يكون سال الفيديو ديال السبت. كما شفتوا الحصيله جد متواضعه، هذاك القرفوح مع داك الشخار، فلت لي واحده بلا ما مكتب شيء. رجع البركه هنا، يكون سال هذا الفيديو ديال السبت ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما عودتكم راه كندير فيديو ديال خرجه السبت وديال الاحد، اذا تسناو الفيديو ديال الاحد ان شاء الله الرحمن الرحيم. تمنوا تكون الحصيله فيه احسن من اليوم. شكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم على الانتظار، تهلاو في راسكم، السلام عليكم.